فقرتنا الأخيرة فرح لهذا اليوم بتهم أغلب الصبايا وبتهمنا أكيد حديثنا اليومي نحن أكيد. بما أنه كان في وما زال مستمر وباء كورونا فخفت شوي النشاطات أو نظام حياتنا تغير. بعض الصبايا بيحبوا أنه ينقصوا وزنهم خاصة أنه هلأ نحن بالصيف، وبعض الصبايا حابين أنه يزيد وزنهم، لكن بتضل في نقطة غايبة عن ذهنهم وهي أنه التغذية السليمة هي أساس صحة الجسم. اليوم نحكي أكثر عن علاقة التغذية بانخفاض أو زيادة الوزن، وأيضا بعض التمارين ممكن أنه تعملوها أو ننصح فيها لكل اللي قاعدين بالبيت وبطلوا يروحوا على الجيمات أو النوادي الرياضية. مع غيث عدرا مدرب رياضة، أهلا وسهلا فيك. أهلين، صباحك. أهلين. صباح الخير كوتش، صباح. أهلا وسهلا فيك. أهلين. يعني بالبداية يوم هي الجائحة وفيروس كورونا حرمت أغلب الناس أنه ينزلوا على النوادي الرياضية ويهتموا بجسمهم ولياقتهم، لهيك اليوم صار في هوس زيادة عن قبل كيف فينا نحافظ على جسمنا وحتى ننقص الوزن. فكيف أنت بتشوف أنه الحالة الصحية المثالية بنظام غذائي منيح بناسب الصبايا يلي حابين ينقصوا وزنهم؟ طيب، هلا أول شيء خلينا يعني نحكي بالموضوع على ثلاث مراحل، ولازم نحن نفهم التغذية كيف بتصير معنا. رح نعطي امثله هيك يعني ارقام افتراضيه. مثلا انا كغيث سنفترض بحاجه كل يوم مجموع من السعرات الحراريه الى معادله خاصه بتطلع من الوزن ومن الطول ومن العمر ومن هي الاشياء. مثلا انا بحاجه كل يوم 2000، فانا حابب يبقى وزني ثابت فبجيب كل يوم 2000 كالوري او سعره حراريه. حابب يزيد وزني بجيب 2300 واعلى، او بجيب 1700 واوطى اذا انا حابب اخفض وزني. نعم. هذا الشيء الناس بتشوفه صعب، بس هو كثير شيء بسيط. يعني حساب مجموع سعراتك، يعني واحد بس يعمل اطلاع بسيط على موضوع على جدول السعرات بصير اي شيء عم تاكليه انت بتحسبي بالنهار قديش اكلتي، بتوصلي اخر الليل انه انا اليوم جبت مجموع سعراتي من هذا الشيء اما لا. على هذا الاساس نحن بنقدر ناكل. بخصوص الناس اللي بتحب تزيد وزنها، عندنا هي مغالطات دائما بتصير انه انا عم باكل كثير بس ما عم بزيد وزني، او انا والله باكل باليوم 4-5 مرات خبز مثلا، انه هي الاشياء ما ضروري تزيد لك وزنك. يعني هي لا. ممكن ما تزيد الوزن؟ اكيد ما رح تزيد الوزن. واذا اكل ونام كمان ممكن ما تزيد وزنه؟ لا لا، هي الاشياء كلها بتخليه يطلع عندك كرش او بطن، تمام؟ او زنار البطن اللي نحن بنسميه، حتى الخواصر وهي الاشياء. هي مثلا انت الخبز لنفترض تضغيف خبز انت بتستفادي منه لحد 20%. ما تبقى خلص هو شيء رح يروح عن طريق الخروج وشيء رح يتخزن بجسمك شحوم. فنحن مثلا اذا بدنا ناكل خبز لا نروح ناكل صحن رز. فهذا شيء كثير منيح اذا نحن حابين نزيد وزننا مثلا. كثير يعني ناخذ افاده تعادل اكثر من 70% عن رغيف خبز، تمام؟ ناهيك عن انه مثلا رغيف خبز انت هلا اذا بدك تاكلي شيء فانت ما حتاكلي غير رغيف، يعني المكونات اللي انت بدك تستفادي منها مثلا اذا عم تاكلي بيضه مع رغيف خبز ما رح تاكلي غيرها، اما الغير رغيف الخبز انت حتاكلي 5 و6 بيضات، هون انت ببلشي تستفاد جسمك، بتبلشي تبني. وهذا الموضوع اللي نحن دائما بنحكي عنه عن موضوع البطن وهيك هلا هذا بنذكره بالاخير. بخصوص موضوع كمان نقصان الوزن، هي اكثر معادله بتصير انه انا باكل وجبه واحده باليوم بس انا ما عم بنحف. اي في شيء بدنا نفهمه، نحن من لحظه ما نفيق الصبح للحظه ما ننام المساء اي شيء بيدخل على جسمنا هذا داخل بمجموع سعراتنا اليوميه. يعني مثلا هو بيكون عم ياكل وجبه واحده صح، مثلا عم ينقرش من هون ومن هون. لا حتى هي الوجبه ما هي ما حتكون صغيره، يعني هي حاجات جسمه. نعم. بتكون الوجبه عظيمه وفيها مخالفات وفيها اكل جاهز، عرفتي؟ وغير هيك مثل ما حكيتي مثلا خلال النهار مثلا بسكويتي من هون 3 بواحد من هون، هدول تجمعيهم باخر النهار بيطلعوا 1000-1500. نعم. واكل وجبه هو مثلا تنفترض 1000، هي 2500 بحياته ما رح ينزل وزنه. نعم. بكون جوا حاله على الفاضي، بكون جوا حاله على الفاضي وما استفاد اي شيء، وبالعكس هو ضل عنده بطن لانه هاد 3 ارباع الاكل اللي اكله مخالف. بالعكس هو قادر ياكل 5 مرات باليوم ووجبات صحيه وينزل وزنه ويتخلص من موضوع البطن. نعم. طب خلينا نحكي شوي غيث، بما انه هلا كل الصبايا حابين، بما انه كان في كثير مخالفات، الحميه الغذائيه على شو لازم تتكون؟ يعني البروتين بيقولوا لنا اهم شيء بروتين، الكربوهيدرات بعدوا عنا شوي خففوها، احكي لنا شوي شو لازم يكون بالحميه موجود، على شو يركزوا العالم؟ هلا هذا الموضوع بالتحديد حسب الهدف، يعني انت حكيتي جانب صح للناس يلي بدها تخلي وزنها ينزل، تمام. اوكي نحن بنزيد موضوع البروتين حتى ما نخسر من كتله جسمنا. ومنخفض موضوع الكربوهيدرات حتى تنزل الكتله معنا وحتى يروح زنار البطن اللي هو موجود. بس نحن بشيء اساسي باي نظام تغذيه انت عم تنحفي او عم تنصحي يلي هو مثلا 4 مكونات اساسيه بدي اياهم كل يوم، مثلا هن البروتينات النباتيه وحيوانيه، هن الكربوهيدرات، هن دهون صحيه
هي السكريات اللي تعد ضمن الدهون ضمن الكربوهيدرات، بس عندنا دائما هي مهمله. ليش؟ لانه اوكي انا اليوم اكلت كارب، هو بيكون اكل رز وبطاطا، بس انت السكريات اللي نحن بنقصد فيها الفواكه. في كثير ناس بتهمل موضوع الفواكه خلال اليوم، هو شيء كثير مهم لانه يعني اكبر مخزن للفيتامينات. فبخصوص موضوع الحميه السليمه بدي اقول لك دائما اي شيء بموضوع التغذيه بنرجع على الشيء الاساسي اللي هو نحن لازم نحسب مجموع سعراتنا الحراريه باليوم. انا مثلا بحاجه لازم الوجبات الكثير، يعني الفطور لازم بيعمل اساسي عم تزيدي وزنك او عم تعملي انقاص وزن، الفطور اساسي، ما فيك تعملي هي وجبه، خصوصا انت مثلا قبل ما تنامي على يعني ادفع شيء بساعه 8 اكله ونمتي 8 ساعات، هاي 10 ساعات جسمك بلا اكل، لسه تعملي وجبه الفطور، يعني راحت معك 12 او 13 ساعه بلا اكل، هذا اجرام اجرام. مثل مثلا انظمه الصيام المتقطع وهالاشياء علميا هي مرفوضه، عم تجيب نتائج على ارض الواقع عند بعض الناس، بس يعني الجزء الاكبر لا، ما عم تجيب معه نتائج. حتى لو جابت نتائج عم تعمل له مشاكل لبعدين، انت عم تحرمي جسمك من فترات طويله من الاكل، تمام؟ فالموضوع الاساسي او الملخص موضوع التغذيه او الشيء السليم انه نحن بنجمع مجموع سعراتنا خلال اليوم على اساس نحط وجبات لنا، كان هدفنا نزيد فنحن لازم يكون عندنا 50% من اكلنا مثلا بيعتمد على الكارب، 25% بروتين و25% دهون صحيه، كان العكس نحن عم ننزل بالوزن كافي لحد 60% من اكلنا يكون بروتين، وخلينا نقول مثلا لحد 25 او 30% كارب و10% دهون صحيه. هذا موضوع العالم بتخاف انه موضوع الدهون الصحيه انه انا عم بنزل وزني فلما لازم اكل، لا بالعكس هي بتساعدك على انك تطلع الدهون السلبيه اللي بجسمك. هلا كوتش، هذا الحكي كلياته نحن ممكن نحس انه اذا طبقناه بطريقه صح تجيب نتيجه، ضل عندنا تثبيت الوزن، نقص وزننا، وصلنا للوزن يلي نحن بدنا اياه، خلص ما بدنا نحف اكثر او ما بقى بدنا نزيد اكثر، كيف بدنا نثبت وزننا على هذا الوزن مشان ما نرجع لنفس المشاكل اللي كنا نعاني منها؟ هلا هذا الموضوع كله نحن عم نحكي فيه من الاساس، اكيد لازم يكون معه رياضه على 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 يعني اتفه شيء يكون عندنا مثلا 3 ايام بالاسبوع، معدل يوم اي يوم لا، هي اقل شيء، هي اضعف شيء، قد ايه ساعه؟ ساعه كافي كثير، واكثر شيء كل يوم، مو اكثر شيء كل يوم بس انه منيح كل يوم، عرفتي؟ نعمل استراحه بيوم بالاسبوع او يومين مثلا، ثلاثه جمعه ظريفه، بس اكثر من هيك انا ضد، خمس ايام حلوين تمام؟ انت عم تطلبي كثير شغلات بحياتك، مثلا تلبسي تطلعي تجي، طيب انه جسمك له كمان عم تنامي كرمال جسمك، طيب العبي له رياضه ساعه واحده، عرفتي؟ فكل شيء عم نحكي نحن بحاجه برنامج رياضي مهم يتناسب مع طولك وعمرك وهي الاشياء وطبيعه جسمك وهدفك و فنفترض نحن هلا بدنا نثبت، فالكوتش اللي مسؤول عنه هو بيعرف شو نحن لازم نكون صرنا مثلا برنامج رياضي معين، والاهم من هيك موضوع التغذيه برد بقول لك حتى ما حد العالم، لانه هو كثير بتفتحي مثلا على النت بتشوفي ألف قصه عن هذا الموضوع، لا برجع على موضوع سعراتي، انا نزل وزني هلا كنت بحاجه 2000 صرت بحاجه 1500، بخفض كميه الوجبات او عدد الوجبات خلال اليوم وبس. وموضوع المهم دائما انه موضوع البطن، ممكن تلاقي واحد نحيف عليه بطن شيء، هي كثير بنشوفها، هي كثير طبيعي لانه هو اكله مخالف، فانه عندنا الناس كوتش بدي تمارين كثير مهمه ومنيحه للبطن والخواصر، ما في تمارين بطن وخواصر، هي في نظام غذائي تماما، بعدين بيجي التمارين، اما اذا بتلعبي تمارين مثلا في ناس بتعمل لك باليوم 500 مره معده، اقعدي اعملها خمس شهور عشان هي من الاخطاء اللي كثير بنشوفها، ولا ممكن يستفاد باي شيء، رح يشد معه جلد هيك شيء بسيط يعني لا يسكر، اما جيبي قعدي بمعنى معنى ضد هذا الشيء نحن، بس يعني بلا رياضه وخليه يمشي بحميه سليمه وصحيحه خلال فتره كثير قصيره، ما راح اقول لك 30 يوم ببلش يشوف النتيجه بعينه وهي الاشياء بتختفي، تمام؟ لانه نحن دائما يعني ما بدنا نوصل للشيء اللي عم تعمله الناس اللي انا ضده مثلا، اللي هي مثلا موضوع حوارق الشحوم، عم تجيب نتائج بس هي ضدها، انا ضدها لانه كثير لها اثار سلبيه. شو اثار جانبيه؟ مثلا راح نحكي بدون اسم مثلا التراكيب، بس يعني مثلا في احد الحوارق بيسبب مثلا اتجافات، بيسبب تسرع نبض قلب، في ناس مثلا عندها امراض معينه ما لازم تاخذ هذا الشيء، يعني مثل حتى يمكن تنزل بسرعه بترد بترفع وزنها بسرعه، مثل اي شيء بالحياه، اي شيء بيجي بسرعه بيروح بسرعه، واي شيء بيكون طبيعي بيكون ثابت، فنحن دائما ضد هذا الموضوع وهيك. يعني دائما بنقول انه الغذاء هو 70% 30% رياضه، هي الجمله صرنا حافظينها. بس هلا قلنا انه الصبايا يعني ما كلهم عم بيروحوا على الجيمات، شو ممكن الصبيه تلعب بالبيت، او هل الجري او الركض او المشي ساعه ممكن انه فعلا يفيدها بهي الفتره فقط لتحافظ على اللياقه لبين ما ترجع على الجيم؟ هلا نحن حاليا مثل ما حكيتي غالب الناس ما فيها عم تنزل على الجيم او خايفه من موضوع كورونا، فنحن يعني رح نعتمد على تمارين الكارديو، تمام؟
هلا موضوع الجيم او حدا حابب ينزل يلعب الات بيطلع كوتش بودي بيلدينج او كمال اجسام يحكي بهذا الموضوع. نحن عم نحكي كل ما يتعلق بالفتنس والكارديو. فالتمارين الخارجيه اللي بنقدر نعملها هلا كثير منيح، غالب الناس عندها اله بالبيت، اذا هي الاله موجوده مثلا بمعدل يومي بين 30 ل 45 دقيقه كثير حلوين وكثير منيح يوميا، او مثلا قادرين كلنا مثلا ساكنين ببنايات فينا نطلع على الدرج مثلا، اذا بنعمل مثلا صعود الدرج مثلا 10 مرات زائد تمارين بالبيت مثلا بمعدل يوم اي يوم لا للمعده مثلا، تمارين الخواصر كل هي التمارين انت مالك بحاجه اي معدات، حتى فيكي تعملي تمارين للايدين بوزن الجسم موجود كثير شرح عن هي وافكار كثير على النت. اناني مي بالبيت على الناس عم تستخدمهم حتى بعدين بصير بنضيفهم رمل بيتقلوا، يعني انت مالك بحاجه اي شيء خارجي. بالاضافه اذا كثير في يعني كثير شيء منيح اذا نحن بنقدر نطلع نعمل شيء خارجي مثل الجري. هلا انا المشي معه للناس اللي عندهم مشاكل باسفل الظهر او هيك او مثلا ما خرج يبذلوا جهد عالي اوكي ظريف، بس لا انت مثلا تعملي جري 10 دقائق احسن بكثير من 40 دقيقه مشي بكثير، لانه يعني استهلاك الجسم للسعرات هو بيعتمد على زياده الاستقلاب اللي هو بيرجع بالاساس لارتفاع نبض قلبك عرفتي، فكل ما زاد عندك هاي الاشياء كل ما صار الجهد حظك افضل تماما الجهد. يعني كوتش حاولنا قدر الامكان نعرف كيف بدنا نعمل وزن حلو بيناسب كل صبيه حسب حاله جسمها وكل شب كمان. بنقول لك شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمت لنا. خلص اليوم بس انقطع الكهرباء رح اطلع وانزل على الدرج رح احاول احسن شيء. شكرا لك يعني غيث على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها.